طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم راح نكمل الكونسبت 5.3، راح نكمل من عند الليبيد لغاية نهاية الشابتر. بس في شغلة بدي أوضح لكم إياها، إنه الملخص الأول كان عبارة عن 9 صفحات، الأول كونسبتين، الملخص هذا عبارة عن 24 صفحة. هسا ليش الملخصات يعني وصل عددهم ل 33 صفحة؟ لأن الملخص أنا قاعد بحكي لكم ملخص شامل كتاب وشامل سلايدات وشامل كل شيء مطلوب من كل المادة، تمام؟ فمشان هيك الملخصات هاي يعني أنا بهمني بالنهاية الملخص يكون شامل أكثر ما إنه الملخص يكون يعني عدد صفحاته قليلة، تمام؟ فمشان هيك يعني مستحيل أقدر أعمل لكم ملخص شامل للمادة أعمل فيها 5 صفحات. فمشان هيك يعني بدي إياكم تفهموا الشغلة هاي قبل ما نبلش. الشغلة الثانية، المواضيع اللي هون في منها شغلات كثير حفظ. أنا راح أحكي لكم شو تحفظوا، وراح أحكي لكم شو الشغلات اللي بدي أفهم أوضحها، تمام؟ يعني في شغلات كثير راح أحكي لكم احفظوها هاي. طيب، راح احاول قد ما اقدر اني اسهل عليكم عمليه الحفظ. طيب نقول بسم الله. راح نبلش بالموضوع الليبيد اللي هي الدهنيات، تمام. ليبيد ار دايفيرس جروب اوف هيدروفوبيك مولكيولز. شو يعني هيدروفوبيك مولكيول؟ بالاول هي عباره عن اشياء كارهه للماء، تمام. هيدروفوبيك مولكيول يعني عباره عن شغلات كارهه للماء. واذا بنعرف يعني مثال بسيط، لما نحط مي وزيت نفس الكاسه بنعرف انه المي بتفصل عن الزيت، ما بندمجوا مع بعض، تمام. هذا مثال بسيط حتى تعرف شو يعني هيدروفوبيك. طيب الليبيد، اذا زي ما تذكروا حكينا بالمره الماضيه انه الليبيد هو عباره عن لارج موليكيولر ماكرو موليكيول، لكنه لا يعتبر بوليمر، تمام. او سوري، هو عباره عن لارج موليكيول لكنه لا يعتبر ماكرو موليكيول، تمام. فمشان هيك هي لا تعتبر بوليمر او لا تعتبر ترو بوليمر. ليش؟ لانه حجمها لا يكفي حتى تصنف ماكرو موليكيول، فهي لا تعتبر بوليمر، تمام. طيب our group with each other because the share of the share one important trait the mix poorly hydrophobic non polar. يكون في عندنا شيء اسمه hydrophobic يكون non polar but may have some polar bond. شو يعني hydrophobic؟ يعني شيء يكون non polar، تمام. طيب يعني non polar اللي غير قطبيه، فهي بتكون hydrophobic بتكون كارهه للماء، وفي عندها جزء ثاني بيكون محب للماء. تركيب الليبيد هي راح هسه نمشي فيه. طيب الليبيد consists mostly of hydrocarbon region. هيدروكربون شو يعني؟ يعني عبارة عن سي واتش، تمام؟ يعني هيدروجين وكربون. ليبيد ار فاريد ان فورم اند فانكشن، يعني بتختلف بالتركيب تبعها وبالفانكشن تبعها. مثل ما تذكروا حكينا لكم بالمحاضرة الماضية انه اذا غيرنا شغلة بسيطة بالتركيب ممكن يتغير عنا ايش؟ ممكن يتغير عنا الفانكشن كاملة. This include wax and certain pigments، يعني بتحتوي على مادة شمعية wax، بتحتوي على ايش؟ pigments اللي هي الاصباغ، تمام؟ طيب هسه رح ناخذ انواع الليبيد، ورح ناخذ يعني كل مثال على كل نوع. طيب الليبيد في عندنا 3 انواع رئيسيه من الليبيد، اللي هي الفات الدهنيات، وفي عندنا الفوسفوليبيد، وفي عندنا الستيرويد. هسه رح ناخذ عنهم واحده واحده. رح نبلش بالفات بدايه. طيب الفات ار نوت بوليمر مثل اي ليبيد، they are large molecule assembled from smaller molecule، يعني بتتكون من smaller molecule مثل هذول مثل ما رح نشوف هنا. كيف بصير لهم جوين؟ عن طريق الديهايدريشن رياكشن، عملية الهدرجة، انه عملية سوري التجفيف، الديهايدريشن اللي هي عملية انه احنا بناخذ او بصير عندنا لوز لجزيء ماء H2O، تمام؟ لاك ديهايدريشن رياكشن ديسكرايب فور ذا بوليمرايزيشن. زي ما اخذنا بالبوليمر كيف بتكون، حكينا البوليمر بيكون عبارة عن مونيمرات، تمام؟ بصير لهم عملية ديهايدريشن، فايش بصير؟ بنسحب منهم مي، فبصير عندنا ايش؟ مونومر ومونومر بيشبكوا مع بعض. طيب هسا الليبيد من ايش بتكون؟ او الفات من ايش بتكون؟ بتكون عندنا من الجليسرول، تمام؟ بتكون عندنا ايش؟ من فاتي اسيد. رح ناخذ هسا التركيب لكل واحد فيهم. الجليسرول عباره عن 3 كربونات، هي 1 2 3، تمام؟ ايتش كربون بوند وذ هيدروكسيل جروب، يعني كل واحد في عندها او اتش، هيدروكسيل جروب يعني او اتش، تمام؟ في عندنا هي صوره الجليسرول. في عندنا برضه فاتي اسيد اللي هي من 16 ل 18 كربون، طبعا هذا عددهم داخل جسم الانسان، بيختلف الفاتي اسيد داخل جسم الانسان او يعني الفاتي اسيد الانساني عن الفاتي اسيد مثل النباتيه وهكذا. احنا هون همنا انه الفاتي اسيد هي عباره عن من 16 ل 18 كربونه. كربون اتوم اند اند بوند وذ هيدروكسيل اند كاربوكسيل جروب. كيف يعني؟ بحكي لك انه الكربون اتوم ذره الكربون اللي هون بتحتوي لنا على اتش او اتش سوري هيدروكسيل جروب، تحتوي لنا ايش؟ على كربون الجروب. تتذكر المره الماضيه حكينا لكم عن الكربون جروب عباره عن ايش؟ سي دبل بوند او، تمام؟ طيب باقي الاجزاء من الفاتي اسيد عباره عن ايش؟ عباره عن سي واتش، كربون وهيدروجين، تمام؟ وباقي الاجزاء شو بتكون؟ بتكون نون بولر. شو حكينا فوق النون بولر شو معناها؟ يعني هيدروفوبيك، تمام؟
طيب the fatty acid molecule are each joined to glycerol by an ester linkage. يعني بيكون في عندنا ester linkage هي اللي بتربطهم مع بعض. هون بيكون في عندنا رابطة استرية، هاي الرابطة الاسترية بتربط لي الفاتي اسيد مع الجليسرول، تمام؟ upon form by dehydration reaction. دائما بيكون في عندنا حذف جزيمة عبارة عن عملية dehydration between hydroxyl group and carboxyl group. يعني بناخذ carboxyl group من وين؟ من الفاتي اسيد اكيد، لانه الجليسرول فيش عنده carboxyl group. فبشو بنساوي؟ بناخذ الكربون الجروب من هنا، او سوري بناخذ الاو اتش من هنا، وبناخذ ناخذ الاو اتش من هنا، وبناخذ الاتش من هنا، تمام؟ طيب 3 فاتي اسيد اند 1 جليسرول بشكلون ايش؟ فات. يعني الدهن الواحد عباره عن ايش؟ او التراي جليسرول او تراي جليسرايد، لها مسميين، تراي جليسرول نفس التراي جليسرايد، هي عباره عن 3 فاتي اسيد. الثلاث فاتي اسيد هذول شو بكونوا؟ اثنين منهم ايدنتيكال، متشابهات، هي هذا وهي هذا، واحد منهم شو بكون؟ ديفرنت، تمام؟ ايش بنعمل؟ بناخذ اتش من هون من الجليسرول، يعني كونه صغير بناخذ منه شغله بسيطه، تمام؟ وهذا كونه طويل شو بدنا ناخذ منه؟ الاو اتش اللي هي عباره عن ايش؟ صحيح، بدي اوضح لكم شغله عشان ما تخربطوش معناتها. يعني هون شو حكينا؟ حكينا بناخذ الهايدريشن رياكشن بتصير بين ايش وايش؟ بين الهايدروكسيل جروب، تمام؟ والكربوكسيل جروب، تمام؟ طيب هسا ايش الفرق بين الكربوكسيل جروب وبين الكربونيل جروب؟ مين بيعرف؟ انا مش متاكده. احكي. انه الكربوكسيل بتكون السي والاو مع الاو اتش، حلو، والكربونيل بتكون السي والاو. بالضبط. هسا احنا حكينا هون ايش؟ قاعدين بنحكي عن فقد ماء، تمام؟ ما دام بنعمل ديهايدريشن فبدنا احنا نخسر ذره ماء. ما دام نحن بدنا نخسر ذرة ماء، شو بدنا؟ بدنا اتش او اتش. طيب الاو اتش بنقدر ناخذها من الكربونيل لحالها؟ اكيد لا. احنا بدنا الكربوكسيل جروب كامله ناخذ منها الاو اتش، وبدنا الاو اتش اللي هون الهيدروكسيل جروب شو بدنا ناخذ منها؟ الاتش. مثل ما حكيت لكم، صغيره بناخذ منها اتش لانها صغيره، اتش واحده. هون شو بناخذ؟ بناخذ من هون او اتش، تمام؟ طيب هيدروكسيل جروب فروم فاتي اسيد اتش، حلو. هاي كده كنا بناخذ الاتش من الجليسرول، بناخذ الايش؟ الاو اتش من وين؟ من الفاتي او فانكشن اوف فات. ايش وظيفه الدهون؟ انرجي ستور، اول شيء عباره عن مخزن الطاقه. دكتور، بالضروره يكون عندي تو فاتي اسيد ايدنتيكال ولا لا عادي؟ هيك الوضع النورمال، انه يكون في عندي تو فاتي اسيد تكون تمام. طيب فانكشن حكينا اول شيء ايش؟ انرجي ستور، انه هي بتخزن الطاقه، تمام؟ طيب 1 gram of fat stores more than twice as much energy as a gram of polysaccharide. إذ ذكروا حكينا إنه في عنا الستارت مثلاً عبارة عن مخزن للطاقة، لكن بحكينا هون إنه الدهون، يعني الدهن الواحد أو الجرام الواحد من الفات عبارة عن مخزن للطاقة بضعف أو أكثر من ضعف للطاقة اللي بنتجها وين؟ من البوليساكرايد. يعني إحنا عندنا النشا مثلاً بتجينا 1 gram، الفات بده يجي لنا اكثر من 2 جرام، يعني قصدي نحسبها كطاقه، تمام؟ طيب mammals such as human took their long term food reserve. هون قاعدين بنقارن بين ايش؟ بين الدهون، بين الفات وبين البوليساكرايد. اول شيء تذكروا حكينا مثلا في عندنا جلايكوجين، تمام؟ الجلايكوجين شو حكينا؟ انه بيتم استنفاذه من الجسم خلال يوم واحد، لكن هو بيحكي لك انه الفات بيكون مخزن بخلايا اسمها اديبوز سيل، تمام؟ اديبوز سيل شو بتعمل؟ بتخزن عندنا ايش؟ الفات. الفات هذا بيكون بضل موجود داخل خلايا الجسم لفترات طويله، تمام؟ طيب الاديبوز سيل ايش بصير لها؟ مثل ما حكينا، حسب حاجه الجسم الانسان. لما يكون حاجه جسم الانسان كثيره للطاقه بده يصير عنده ايش؟ تقلص فيها، بده يصير لها ايش؟ شرينك. شرينك يعني بتنكمش. بده تنكمش ليش؟ مشان يعني تتحلل الفات وناخذ منها العناصر اللي بدنا اياها حتى ناخذ الطاقه. مشان هيك شو بتصير لها انكماش. اما فيما لو انا في عندي فات كثير ومش بحاجه لطاقه، نايم طول اليوم، فشو بصير في عندي؟ بصير في عندي سويلينج، يعني بصير في عندي انه تمدد للسويل للاديبوز سيل، تمام؟ فشو اللي بصير عندي؟ بصير عندي انه مثلا الانسان تحسوه اذا انه صار نايم مثلا لفترات طويله، بصير مثلا في عنده دهون، بصير ناصح وهكذا. طيب ايش برضه المسؤولين الاديبوز تيشو؟ انها عباره عن كاشن سج فيتال اورجانز از كيدني. يعني هسه بقول لك انه هو عباره عن كاشن، معناه انه زي مخده، تمام؟ والاديبوس تيشو اللي هي موجود فيها الفات عباره عن شيء، عباره عن بطانه بتحمي الاعضاء الحيويه اللي جوا جسم الانسان.
يعني مثلا الكدني، مثلا الاستومك، يعني الكدني اللي هي الرئتين، الاستومك اللي هي ايش؟ سوري، الكدني اللي هي الكلية، الاستومك اللي هي المعدة، استومات وهكذا. المعدة. طيب، وبرضه بتكون عبارة عن layer beneath of the skin insulate the body، يعني برضه بتكون الدهون مشكلة طبقة تحت الجلد حتى ايش؟ تحمي الجلد من اي مؤثرات راح تجي من برا. طيب، بحكي لنا هنا انه المارين مامالز يعني عبارة عن هن الكائنات البحرية، انه في عندها thick layer، يعني في عندها subcutaneous، يعني الخلايا الفات اللي تحت الجلد بتكون عبارة عن ايش؟ عبارة عن thin، تمام؟ طيب، هاي ليش تحميها؟ تحميها هاي من درجات الحرارة الباردة اللي تكون موجودة داخل البحر، تمام؟ طيب، هون قاعدين نحكي عن تركيب الكربون مع الخلايا اللي هن السي اتش 3، تمام؟ بحكي لك انه اذا كان في عندي ذرتين سي اتش 3، تمام؟ ذرتين سي اتش 3 بنفس الاتجاه، فهذا ايش بنسميه؟ بنسميه سيس. اما اذا كان اتجاه مختلف، يعني انه هون سي اتش 3 من فوق وهون سي اتش 3 من تحت، فايش بنسميها؟ بنسميه ترانس. بس فهموها مشان هسه راح نحكي تحت سيس وترانس، مشان تعرف شو يعني سيس شو يعني ترانس، تمام؟ يعني سيس بنفس الاتجاه، اما ترانس اللي هي باتجاهات مختلفه. هون الحين there are two type of fat, saturated and unsaturated. شو يعني saturated؟ يعني مشبع. unsaturated غير مشبع. طيب، التسميه تبعتها بتيجي من وين؟ من الهيدروكربون، يعني من ارتباط السي مع الاتش. طيب، saturated هون عملت لكم جدول ملخص لهم. الساتوريتد هي عباره عن نوع دبل بوند، يعني مشبعه، فهذا معناه انه ايش؟ انه فيش فيها دبل بوند، نحن الدبل بوند كلياتها ايش؟ كسرناها. طيب، ليش ماني هيدروجين اتوم؟ لانه احنا لما نكسر اي رابطه دبل بوند بدنا نعوض بدالها بايش؟ باتش. فايش بصير في عندها؟ بتصير في عندها مور هيدروجين اتوم ذان ان ساتوريتد فاتي اسيد، تمام؟ ساتوريتد فات من اسمها ان انيمال، ركزوا على المعلومه هاي انه الساتوريتد وين بتكون موجوده اكثر شيء؟ بالانيمال. اوبس، شو اللي صار؟ الشاشة لسه واضحة عندكم صح؟ اه دكتور تمام. واضحة واضحة. يا جماعة بس إذا صار إذا الزوم وقف على الساعة 48 ارجعوا ادخلوا على نفس الرابط، رح أرجع أشغله مرة ثانية. لأنه بعض الأحيان دكتور الزوم معلش بوقف. أحكي لك شغلة. طلع لي عن إنه هذا الزوم صار انليمتد. هو هاي الفكرة، أنا عملت حساب جديد مشان يعطيني انليمتد، بس برضه مش مضمون. تمام. طيب، هسا حكينا الساتشوريتي وين بتكون موجوده؟ بالانيمال. اما الانساتشوريتي وين بتكون موجوده؟ بالبلانت والفيش، تمام؟ حكينا هون عباره عن ايش؟ ساتشوريتد فات، هون ايش؟ انساتشوريتد فات. طيب، هون في عندنا حكينا ماني هيدروجين اتوم وهون لس هيدروجين، لانه هون ما كسرناش روابط دبل بوند. هون في عندنا ايش؟ هون في عندنا دبل بوند، هون عندنا المره، تمام؟ طيب، دبل بوند ان نورمال كونديشن از سيس، يعني الدبل بوند بتكون موجوده داخل البلانت والفيش بالانساتشوريتد فاتي اسيد، بيكون نوعها ايش الرابطه؟ رابطه سيس. هسه رح تعرفوا ايش اهميه المعلومه هاي، انه ليش هي رابطه سيس، او ليش حكينا انها رابطه سيس. طيب، درجه حراره الغرفه الطبيعيه ايش بيكون الساتشوريتد؟ بيكون عباره عن سوليد، يعني صلب، ماشي؟ مثال عليه ايش؟ اللارد اللي هو شحم الخنزير، والبتر اللي هو ايش؟ الزبده، تمام؟ احفظوا يعني منطقيا الزبده بالوضع الطبيعي كيف بتكون؟ بتكون قاسيه سوليد، تمام؟ اما هون بالوضع الطبيعي للانساتشوريت بغرف درجه حراره الغرفه الطبيعيه ايش بيكون؟ ليكويد، يعني سائل، مثل ايش؟ مثل زيت الزيتون، تمام؟ هون بحكينا بيجوز ذيس تايب لاك دبل بوند سو اتس فليكسيبل اند كان باك توجذر تيبلي، يعني انه بتقدر تمسك بعضها بسهوله، تقدر تمسك بعضها او تترص على بعضها بقوه. ليش؟ لانه فيش عندنا دبل بوند، يعني احنا مش قاعدين نطعج شيء قوي، احنا قاعدين نطعج رابطه خفيفه. اما هو because this type has double bond, this reason prevent them to backing them together. يعني كون هون في عندنا رابطه دبل بوند من النوع سيس، فاحنا ايش؟ بنمنع انه يعني بيمنع الاشاط انه تنطعج، تمام؟ مثال عليه، امسك عصاتين او ثلاث، حاول تثنيهم مع بعض، اصعب بكثير من انك تمسك عصا وتحاول تكسرها وتحاول تثنيها. طيب، cannot be synthesized in the body so must be supplied by food such as omega 3. يعني احنا حكينا هون بتكون موجوده بالفيش، تمام؟ طبعا انا كجسمي كيف بدي اخذها كون جسمي ما يصنعهاش؟ فانا باخذها عن طريق ايش؟ عن طريق الاكل، تمام؟ مثل الاوميجا 3 تبع السمك. طيب، which is important for normal growth in children، يعني حتى يصير في نمو طبيعي للاطفال بنعطيهم اوميجا 3، وبتحميهم من ايش؟ بتحمي الناس من الكارديو فاسكولار ديزيز. ركزوا هون، الان ساتوريتد او سوري
اوميجا 3 ايش تعمل؟ بتحمينا من الامراض القلب، كارديوفاسكولار ديزيز، يعني امراض الاوعيه الدمويه او الاوعيه الدمويه القلبيه، تمام؟ طيب اذا لما ناخذ اوميجا 3 بتحمينا ايش؟ من الكارديوفاسكولار ديزيز، لانه قدام رح ناخذ انواع امراض ثانيه. طيب هون في عندنا عمليه اسمها هيدروجينيتد. هيدروجينيتد ايش يعني؟ يعني لهالدرجه، تمام؟ ايش هيدروجين؟ بكل بساطه انه انا حولت ان ساتوريتد، الوضع اللي انا بستفيدش منه، لايش انا بستفيد منه اللي هو ايش؟ الساتوريتد، تمام؟ طيب كيف بعملها؟ عن طريق انه انا بضيف هيدروجين، ايش بعمل؟ بكسر الدبل بوند. حكيت لكم عندنا دبل بوند مثلا، ايش بعمل؟ بكسر هاي زي ما اخذته بالتوجيهي، بكسر هاي بضيف هون ايش؟ اتش، تمام؟ طيب بضيف هون اتش وهون اتش. اكزامبل اعطانا هون مثال انه احنا مثلا الزبده والفول السوداني والشغلات الثانيه، الزيوت الثانيه، تمام؟ بعملها او بعمل لها هدرجه، ليش؟ حتى اني امنع الليبد من انه ينفصل، حتى اني يعني اخلي الليبد. دكتور، اي مصدر نباتي في حاله صلبه بيكون هذا الوضع مش طبيعي انه يعني، مش فاهم تمام؟ ايش حكيتي؟ بحكي لك انه اي مصدر نباتي بنلاحظ زبده الفول السوداني والزيوت النباتيه كلها من مصدر نباتي بس كانت في حاله صلبه. هذا الشيء كيف صار؟ عن طريق الهيدروجينيتد. من الهيدروجين. احنا عملنا لها هيدروجين، فشو صار؟ صارت بدل ما تكون سائل، احنا هون شو حكى لك؟ بريفنت ليبيد، يعني منعنا الليبيد من انه يظل مفصول على شكل سائل. احنا ايش عملنا؟ منعناه يظل سائل، فشو سوينا فيه؟ صار هو صلب، تمام؟ طيب هيدروجينيتك فيجيتابلز اول بروديوس اولز ان ساتوريتد فات وذ ترانس دبل بوند. يعني احنا عندنا هيدروجينيتد اللي بنعمله بالوضع الطبيعي، ايش بيعمل؟ بيحول الان ساتوريتد لساتوريتد، يعني بيحول اياها من غير مشبع فيها دبل بوند لمشبع ما فيهاش دبل بوند. طبعا في عندي هيدروجينيتد لايش؟ للزيوت النباتيه او زيوت خضروات. ايش بيعمل لي هاي؟ بيعمل لي الان ساتوريتد، بتظل ان ساتوريتد، بس شو بتصير؟ بدل ما تكون سيس بتصير ايش؟ ترانس. حكينا في عندنا نوعين للروابط او نوعين للترتيب، سيس وترانس، تمام؟ انا بدل ما تصير سيس ايش عملت لها؟ عملت لها درجه، فشو صارت؟ صارت ترانس. بس لكن شو بتظل؟ بتظل غير مشبعه، ان ساتوريتد، تمام؟ ات ابيرز ذات، بقول لك انه اكتشفوا انه الفات كان كونتريبيوت تو كورنري هارت ديزيز، يعني انه الزيوت او انه الفات الدهون ايش مالها؟ بتساهم بالكورنري هارت ديزيز. حكينا فوق عن ايش؟ عن الكارديو فاسكولار ديزيز عشان اوميجا 3، وهون بحكي لك انه الترانس بوند ايش مالها؟ تتدخل بالكورنري هارت ديزيز. دكتور، يعني الساتوريتد فات بتكون مؤذيه للجسم. الساتوريت لا، هون بحكي لك عن ان ساتوريتد، بحكي لك عن الترانس. الترانس عباره عن ان ساتوريتد. اوكي تمام تمام يعني مشان هيك بنحول اصلا الزيوت من ان ساتوريتد لساتوريتد. هسه هم الجهتين مؤذيات اذا كان في لهم كثره، لكن في شيء اشهر من شيء. هسه حتى وانا بحكي لك انه الساتوريتد لما يكون الطعام غني فيها لدرجه كبيره، تمام؟ يعني لاحظ حتى وانا الساتوريتد نفسها اللي قاعدين نحكي انها اقل ضرر، لكن لما تكون بكميات كبيره شو مالها؟ هي عباره عن احد الاسباب لايش؟ للكارديو فاسكولار ديزيز برضه. طبعا كيف بدي احمي من الكارديو فاسكولار ديزيز؟ عن طريق الاوميجا 3. طب كيف انا بصير عندي الكارديو فاسكولار ديزيز؟ عن طريق الساتوريتد لما تكون ريتش بالدايت، يعني تكون غنيه موجوده داخل الطعام بكثره. طيب كيف بصير في عندي الكورنري هارت ديزيز؟ عن طريق الترانس ان ساتوريتد فاتي اسيد. طيب ايش اسم المرض اللي بسبب لنا اياه الساتوريتد لما يكون كثير؟ اثيروسكلروسيس، اللي تصلب بالشرايين. طب كيف بصير تصلب بالشرايين؟ عن طريق انه انا بصير يجمع عندي الفات شوي 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 لحد ما انه ايش؟ يتجمع جوا ايش؟ الشريان. هسه الشريان المفروض ايش يكون؟ المفروض يكون فيزل، انه يعني يكون مرن، تمام؟ فليكسيبل. طب هسه اذا انه فقد الالاستيسيتي تبعته، فقد المرونه تبعته من خلال انه تجمع جواته شغلات صلبه، ايش بصير؟ بده يسكر ويصير قاسي، تمام؟ يعني تخيل بربيش خليك حط فيه حجار، شو بده يصير فيه اخر شيء؟ بتبطل تقدر تثنيه، او تبطل تقدر تمرر المي خلاله، بصير فيه صعوبه، بصير فيه تقليل للامداد الدموي جوا الشريان. فهي الحاله ايش اسمها؟ اثيروسكلروسيس، تصلب الشرايين. طيب طيب بس حكينا وش عن الفاتس، بنحكي عن ايش؟ عن الستيرويد. الستيرويد عباره عن ليبيد كاركترستيك كاربون سكيلتون كونسيست اوف فور فيوزد رينج، ديفرنت ستيرويد ار ديستينجويشد باي بارتيكولار كيميكال جروب اتاتش تو ذيس ان سامبل رينج. انسمبل رينج. طيب بحكي لك ثونا انه في عندنا الستيرويد عباره عن مثال على الليبيد، تمام؟ بتتكون عندنا من اربع حلقات او اربع كربونات على شكل حلقه،
تعمل هيكل على شكل حلقة، ترتبط عن طريق إيش؟ ترتبط عن طريق مجموعة من الكيميكال جروب، تمام؟ هاي الكيميكال جروب إيش بتشكل لنا الشكل المعين للستيرويد. هسا اللي بنبلش نعرفه عن الستيرويد، أول شيء إنه أشهر مثال عليه إيش؟ الكوليسترول. طيب الكوليسترول شو ماله؟ مهم للحيوانات، تمام؟ وبرضه إنه بدخل بالتكوين الخلايا الحيوانية، تكوين السلم برين، الغشاء البلازمي أو الغشاء الخلوي للخلايا الحيوانية. طيب برضه هو بيكون عبارة عن بريكورسر، إيش معناها؟ معناها سلف، يعني هو عبارة عن إشي أولي بشكل لنا إيش؟ بشكل لنا استيرويدات ثانية. يعني الكوليسترول عبارة عن زي ما تحكوا حجر الأساس اللي بشكل من خلاله إيش؟ استيرويدات ثانية، أو بشكل من خلاله إيش؟ لبدات ثانية، أنواع ثانية من الستيرويد. مثال عليها الفيرتبرا 6 هرمون، بتتشكل عن طريق إيش؟ عن طريق الكوليسترول كشكل مبدئي. طيب طيب في الفقاريات الكوليسترول يتم تصنيعه داخل الليفر، تمام؟ وبرضه بنقدر ناخذه من خلال ايش؟ من خلال الطعام. طيب هاي ليفل اوف ان ساتوريتد فات، هاي ليفل اوف كوليسترول انكريز ريسك اوف اثيروسكليروسيس. فوق حكينا ايش؟ هسه هم بيقولوا كل ما يزيد مستوى الان ساتوريتد، كل ما بيزيد عندنا مستوى الكوليسترول، كل ما بيزيد عندنا ايش؟ الريسك، الخطر انه انصاب بايش؟ اثيروسكليروسيس. طب ايش اللي فوق حكينا بسبب الاثيروسكليروسيس؟ الساتوريتد لكن بكميات كبيره. يعني الاثيروسكليروسيس بسببها شغلتين، الساتوريتد فاتي اسيد لما يكون بكميات كبيره، والانساتوريتد مثال عليها لما ايش؟ لما يصير عندنا هاي ليفل اوف كوليسترول، يعني يكون في عندنا كميات كبيره من الكوليسترول، برضه بسبب لنا هذا الشيء ايش؟ انه بصير في عندنا اثيروسكليروسيس. طيب هسه بنحكي عن النوع الثالث من الليبيد اللي هو الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد هو عباره عن الميجر كومبوننت اوف سيل ميمبرين، تمام؟ لايك ستيرويد هو عباره عن الميجر مثل الستيرويد. طيب للسيل ميمبرين حكينا فوق برضه عن السيل ميمبرين الغشاء البلازمي ايش بشكل ايش بشكله؟ الستيرويد. طيب من ايش تكون عن الفوسفوليبيد؟ من تو فاتي اسيد 1 جليسرول، تذكروا فوق حكينا عن الفات ايش؟ 3 فاتي اسيد و1 جليسرول، تمام؟ اما هون الفوسفوليبيد بتشكل من الفوسفوليبيد بتشكل من 2 فاتي اسيد و1 جليسرول فوسفيت، مجموعه فوسفيت هيها، هي هون في عندنا 2 فاتي اسيد هيهم، تمام؟ في عندنا 1 جليسرول، في عندنا 1 فوسفيت جروب، في عندنا ايش؟ بولر جروب. هسه ليش اعطينا بولر جروب؟ لانه في عندنا شغله رح تعرفوها، انه في عندنا شيء اسمه هيدروفوبيك وشيء اسمه هيدروفيل. طيب طيب هسه البولر جروب مثال عليها ايش؟ الكولاين. هسه هاي الكولاين اللي بتعطي الفاريشن للفوسفوليبيد. كيف يعني؟ يعني التغير بين كل فوسفوليبيد كل نوع والثاني عن طريق تغير الكولاين الموجود او المرتبط فيه، تمام؟ في عندنا حكينا نوعين، او في عندنا نوعين من الفوسفوليبيد بيختلفوا كل واحد فيهم عن الثاني بايش؟ بتعامله مع المي، بسلوكه داخل الماء. في عندنا نوع هيدروفوبيك بيكره المي، وهيدروفيليك بحب المي. طيب الهيدروفوبيك حكينا فوق هو عباره عن ايش؟ نون بولر، تمام؟ طيب الهيدروفيليك الهيدروفيليك عباره عن ايش؟ عباره عن بولر، يعني بولر هو عباره عن محب للماء، هيدروفيليك النون بولر عباره عن هيدروفوبيك يعني كاره للماء. طب نبلش بالهيدروفوبيك. كونسيست اوف تو فاتي اسيد ساتوريتد اند نون ساتوريتد، يعني في عندنا حكينا تو فاتي اسيد، تمام؟ في منها واحد ساتوريتد والثاني ايش؟ ان ساتوريتد. طب مين اللي بده يحكي لي ليش هون؟ ولا لا خليه رش اوكي لقدام. طيب اكسكلود فروم ووتر، يعني بتفل من المي، تحاول قد ما تقدر تبعد عن المي، تمام؟ طيب الهيدروفيليك كونسيست اوف ثيرد هيدروكسيل جروب اوف جليسرول، تمام؟ جوين وذ نيجاتيف فوسفيت، هي في عندنا هون جليسرول ثيرد هيدروكسيل جروب، تمام؟ في عندنا الفوسفيت، برضه في عندنا ايش؟ البولر، ايش حكينا البولر موليكيول اللي هو الكولاين نيجاتيف فوسفيت، وهون ايش؟ البولر بده يكون ايش؟ موجب، تمام؟ طيب هسه حكينا الهيدروفيك بشكل سريع، خلينا نعيدها. بتتشكل من تو فاتي اسيد ساتوريتد وان ساتوريتد، بتتشكل من برضه بتفل من المي، تمام؟ في عندنا برضه بارت اوف جليسرول، يعني البارت هون اول ثلثين من الجليسرول بيكونوا بالهيدروفوبيك، اما الهيدروفيليك شو حكى لك؟ ثيرد هيدروكسيل جروب، يعني الجزء الثالث اللي هو هون الجزء الاكبر بس، اما الجزئين اللي تحت بيكونوا مع الهيدروفوبيك.
برضو في عندنا الفوسفيت جروب اللي هي نيجاتيف تشارج، وفي عندنا ايش الكولاين حكينا ايش اللي هو عبارة عن بولر موليكيول. طيب وين ووتر اتد تو فوسفوليبيد، لما نضيف المي للفوسفوليبيد شو بصير في عندنا؟ بصير في عندنا باي لاير، يعني دبل لاير شيت، يعني بصير في عندنا طبقتين للايش للفوسفوليبيد. بيكون في عندنا هون ايش البولر هيد، هاي هي ايش البولر هيد، ايش هاي مثل ايش او ايش اللي كنا نحكي عنه فوق، بشكل عندنا هون بولر هيد اللي هو شو اسمه الكولاين. ثواني بس، ثواني برضه تحملوني، اذا طفى الزوم على 40 ارجعوا ادخلوا على نفس الرابط. تمام، الو، هلا هلا، معك. الو هلا هلا، ألو، بس ثواني ثواني بالله، بس خليكم معي بس شوي. بعتذر منك يا جماعة، بس لأنه جاني مكالمة ضرورية. طيب هسا حكينا هون لما نضيف المي للفوسفوليبيد ايش بصير في عندنا؟ بصير في عندنا باي لاير. الباي لاير عبارة عن ايش؟ بيكون في عندنا الجزء الخارجي المحب للماء، ايش بصير له؟ بيطلع عند المي على السطح الخارجي. يعني عندنا هون مثلا، هون مثلا اجتنا المي، تمام؟ اجت المي هون بالمنطقة هاي. الجزء اللي هون شو بده يكون؟ أكيد الجزء اللي بيحب المي اللي بيقدر يتعامل معها. هذا ايش؟ اسمه هايدروفيلك. الجزء اللي بده يضل متخبي، وهون شو بيكون في عندنا برضه؟ هايدروفيلك. يعني في عندنا مي هون محيطة فيها من كل الجهات، تمام؟ اما الجزء اللي بيضل متخبي من جوا هذا شو بده يكون؟ الهايدروفوبيك اللي هو الاصل اصلا بيكره المي، تمام؟ بس هذا يعني الحكي اللي هون قاعد بنحكي، انه الهايدروفوبيك بيكون موجود لجوا والهايدروفيلك بيكون طالع لبرا. ذا فوسفوليبيد باي لاير، ذا فوسفوليبيد باي لاير فورم باوندري بتوين ذا سيل. يعني بيقول لك هسه الفوسفوليبيد باي لاير، انه ليش احنا عملنا شكل يعني زي ما يحكوا انه دبل لاير شيت، يعني انه هو شكل طبقتين عملناها زي سندويشه، تمام؟ اول شيء مشان نشكل فاصل عن الغلاف الخارجي، يعني انا حميت الهايدروفوبيك من انها تتعرض للمي. برضه بتشكل لي هاي انه بقسم الخليه من جوا، اليوكاريوتيك سيل من جوا انا قاعد بقسمها، بحط فاصل او جدار بين كل جزء والثاني. الشغله الثانيه انه بحكي لكم ذا اكستنس اوف سيل ديبند اون ذا بروبرتيز اوف فوسفوليبيد. يعني وجود الخلايا بيعتمد على ايش؟ يعني تقسيم الخلايا بيعتمد على ايش؟ على وجود الفوسفوليبيد، تمام؟ طيب هسه نحكي عن البروتينات. بروتين انكلود ا دايفرستي ستراكشر ريزلتنج ان وايد رينج اوف فانكشن، نيرلي افري دايناميك فانكشن اوف ليفينج بين ديبند اون بروتين. يعني نحكي وظائف الكائنات الحيه كلياتها بتعتمد على ايش؟ على وجود البروتين. وير بروتين اكونت فور مور ذان 50% of dry mass of most cell. يعني بحكي لنا البروتين بشكل اكثر من 50% من الكتله الجافه بكل الخلايا، باي خلايا موجوده بالحياه. And they are instrumental in almost بتكون انه تركيبه او لها فائده بكل عمليه بتصير عندنا بالحياه او بكل عضو موجود عندنا بالحياه. لازم عليه يكون في بروتينات حتى تشكله، حتى تساعد ايش؟ على الفانكشن تبعته. طيب a human has things of 1000 different protein. يعني في عندنا عشرات الالاف من ايش؟ من انواع مختلفه للبروتين. Each with a specific structure and function. كل واحد له تركيب مختلف وله وظيفه مختلفه. Protein are the most structural sophisticated. يعني معقد، بقول لك انه البروتين هو عباره عن اكثر جزيء معقد، طيب؟ And consist with their diverse function, they vary extensively in the structure. يعني بقول لك انه هي بتختلف برضه بالستراكشر تبعها. ثواني بس، تمام. طيب تختلف برضه بالستراكشر تبعها. Each type of protein having a unique three dimensional shape. يعني كل نوع من انواع البروتين له شكل ثلاثي الابعاد، هذا الشكل الخاص بالبروتين هذا وله وظيفه معينه. كل ما اختلف الاستراكشر تختلف الوظيفه، تمام؟ طيب a protein is biologically functional molecule made up of one or more polypeptide. Each folded and coiled into specific three-dimensional structure. يعني بحكي لنا برضه بدي ارجع بعيد نفس الموضوع، انه هي عباره عن جزيئات حيويه لها وظيفه معينه، تتكون من بوليبيبتايد واحد او اكثر. كل واحد فيها شو بصير فيه؟
او هي نفسها شو بصير فيها، ترتبط عن طريق يعني ارتباطها او التفافها حولين بعضها عشان تعطينا ايش 3 دايمنشن محدد، يعني عشان تعطينا شكل ثلاثي الابعاد محدد. بروتين ار كونستراكتد فروم 20 امينو اسيد، يعني كل بروتين متشكل من 20 امينو اسيد. 20 امينو اسيد بيرتبطوا عن طريق ايش؟ رابطه بيبتيدية. بدل احنا قاعدين نشبك بالبيبتايدات مع بعض، فاحنا ايش عندنا؟ رابطه بيبتيدية اسمها تو جيف ان برانش بوليمر بولي بيبتايد. ان برانش هون ركزوا عليها، ان برانش بوليمر ذن فولدد اند كويلد تو جيف بروتين. يعني بعد هيك بس يصير لها فولدد وكويلد، بس تلتف وتنثني حوالين بعضها. هاي الان برانش بولي بيبتايد ايش بصير لها؟ بتصير بروتين كامل. طيب طيب هسه هون قاعدين نحكي عن ايش؟ عن تركيب الامينو اسيد. امينو اسيد مونومر، امينو اسيد از ان اورجانيك مولكيول وذ بوث امينو جروب كربوكسيل جروب اول امينو اسيد شير ذا كومن ستراكشر. يعني في عندنا تركيب خاص او تركيب معمم موجود بكل الامينو اسيد. من ايش تكون؟ من امينو جروب، هاي الامينو جروب هون الصور شايفينها. هون في عندنا ايش؟ كربوكسيل جروب هي موجوده، عندنا الاتش اتومز، اتش اتومز اللي ترتبط بالسي، وفي عندنا ايش؟ ار تشين. تمام، الار تشين اللي هي السايد تشين الار جروب. طيب هسه الار جروب هي عباره عن الفاريبل تشين. ايش يعني؟ يعني هاي اختلافها بيخلي عندنا اختلاف كامل للامينو اسيد. كل ما تختلف الار تشين تختلف الامينو اسيد. تمام، يعني في عائلات كبيره الاختلاف بين كل فرد والفرد الثاني من افراد العائله هاي بس بالار جروب، اما باقي ما بقى بيكون ايش؟ باقي ما تبقى بيكون ايش؟ بيكون نفس التركيب. تمام، طيب هسه بحكينا the side chain R group may be as simple as hydrogen atom in the amino acid glycine. يعني إذا كان R group عبارة عن H بده يكون اسمها إيش؟ glycine. تمام؟ or may to a carbon skeleton with various functional group attached as an glutamine. يعني بحكي احفظوا هاي إنه الجلايسين عبارة عن إيش؟ عبارة عن أمينو أسيد. إيش بيكون؟ بيكون في عندنا أمينو جروب، بيكون في عندنا كاربوكسيل جروب، بيكون في عندنا H atom، بيكون في عندنا إيش؟ ال R group عبارة عن إيش؟ عبارة عن هيدروجين بس. يكون في عندنا ذرة هيدروجين واحدة. طيب هسه هون في عندنا ايش اسمه ايش؟ الفا كارب، الفا كاربون وذ اسيمتريك كاربون الفا كاربون اول اوف ذا امينو اسيد يوز ان بروتين ان تيرمينال هيومن. طيب بحكي لك انه دائما احنا في عندنا الفا كاربون. شو يعني الفا كاربون؟ يعني انه ترتبط باربع انواع مختلفة، اربع روابط بشغلات مختلفة. يعني بيرتبط هون مع مع 1 2 3 4 ديفرنت موليكيول. تمام، او ديفرنت اتومز. هسه بحكي انه دائما احنا بالتركيب بيكون في عندنا الان تيرمينال او الامينو جروب وين بتكون؟ على يسار الالفا كاربون. تمام؟ طيب هاي المعلومه مش مهمه بس كونها موجوده يعني بالكتاب كتبت لكم اياها. طيب هسه الامينو اسيد الها انواع، في عندنا نوع مشحون ونوع مش مشحون. طب النوع المش مشحون في له نوعين برضه، هيدروفوبيك وهيدروفيلك. طيب هسه مبدئيا بسالكم سؤال، المي تعتبر بولر ولا نون بولر؟ نون بولر دكتور. بولر. المي نون بولر ولا بولر؟ بولر. بولر. مظبوط بولر. طيب هسه بدك تعرف شغله، اول شيء مدام الامينو اسيد بيكون مدام الامينو اسيد بيكون شارد فهو بولر. تمام، شو يعني بولر؟ يعني بده يحب الاشي اللي زيه، بده يحب المي. تمام، مدام انه بولر شو بده يكون؟ هايدروفيليك. يعني احفظوا شغله انه شارج يعني انها بولر يعني انها قطبيه. تمام، اصلا قطبيه شو معناها؟ معناها انه في موجب وفي سالب. تمام، فما دام هي مشحونه شارج فهي ايش؟ بولر. طب ما دام انها بولر، ما دام المي بولر فشو بتكون؟ هايدروفيليك محبه للماء. تمام، طيب البي اتش لها قديش؟ قريبه من المي، تكون 7.2. اسيدك امينو اسيد اف ذا ار جروب نيجاتيف شارج متى بتكون اسيدك؟ يعني بتكون تقريبا 7.2. ليش افضل؟ هي بتكون تقريبا 7.2 لكن هذا يعني هو رينج. تمام، ممكن تكون اقل من 7 بشوي، ممكن تكون اكثر من 7 بشوي. امينو اسيد، هسه امينو اسيد اذا كانت شارت متى بتكون اسيدك ومتى بتكون بيسك؟ بتكون اسيدك اذا كانت الار جروب تبعتها، الار جروب تبعتها اذا بتكون نيجاتيف. تمام، بتكون بيسك اذا كانت الار جروب تبعتها شو؟ بوزيتيف. تمام، طيب هسه هيك احنا خلصنا من الشارت، حكينا الشارت حكينا التشارج عبارة عن هيدروفوبيك هيدروفيليك سوري بيكون عبارة عن بولر، البي اتش لها تقريبا 7.2،
بتكون الامينو اسيد اسيدك امينو اسيد او يعني حمضيه لما يكون الار جروب تبعتها السايد تشين تبعتها هاي لما تكون نيجاتيف، واذا كانت السايد تشين تبعتها بوزيتيف ايش بيكون؟ بتكون بيسك امينو اسيد. نروح على الجهه الثانيه ايش؟ نون شارد. نون شارد في لها شغلتين، يا اما بتكون بولر يا اما بتكون نون بولر، تمام؟ طيب نون بولر شو بدها تكون؟ هايدروفيلك لانها مش زي المي، اما بولر نفسها نفس المي شو بدها تكون؟ هايدروفيلك. طيب هسه كيف بدنا نحفظهم؟ هي الشكل هون هيو هذول تحفظوهم مش احفظوا بس شغله. اذا كانت السايد تشين الار تحتوي على او اتش او ان اتش 2 او سي او اس اتش، هاي عباره عن شو؟ عباره عن بولر. اذا كانت تحتويهم بتكون بولر نون شارد هايدروفيليك. يعني اذا كان في عندها او اتش او ان اتش 2 او اس اتش، هي عباره عن شو؟ عباره عن بولر وعباره عن ايش؟ هايدروفيليك، عباره عن ايش؟ عباره عن نون شارد. اما اذا كانت ما بتحتويهم مش هذول الثلاث، فخلص مباشره بنحكم انها نون بولر وانها هايدروفوبيك، تمام؟ طيب the physical and chemical properties of the side chain determined by the unique characteristic of particular amino acids. يعني بحكي لكم انه الار تشين لما تختلف انه الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز، يعني الخصائص الكيميائيه والفيزيائيه للامينو اسيد بشكل عام راح تختلف، تمام؟ ومشان هيك الخصائص لل للبوليبيبتايد نفسه برضه راح تختلف. البوليبيبتايد عباره عن ايش؟ عباره عن تجميع من الامينو اسيد. طيب طيب تمام. سؤال تفضلي. بالجدول اللي كان فوق عند الشارج، تمام، كان كاتبين في عند الاسيتيك امينو اسيد اف ذا الصوت راح. الو الصوت راح بس من عندي ولا من عند الكل؟ الو الو اخر شيء احنا وين وصلنا؟ في بنت كانت تسال سؤال. كنت بسال انه متى اعرف الار نيجاتيف او بوزيتيف، بس في بنت جاوبتني انه بيكون حاطين الاشاره على المركب. اكيد بيكونوا حاطين الاشاره يعني. يعني في عندك صور هون، مثلا هون هي نون بولر، تمام؟ هون هي الكتريكال تشارج، ماشي؟ هي هون مثلا نيجاتيف، هي هون نيجاتيف، تمام؟ هي هون بوزيتيف، هي هون بوزيتيف، تمام؟ هي هون بوزيتيف وهكذا. طب وين الار في الصور هون؟ لا هيها، هاي اللون ازرق، هون ازرق، هون ازرق، هون ازرق، وهون لونها نهدي. يعني هم دائما بيكونوا فوق؟ يعني انت حفظت الترتيب، هي هون الامينو اسيد على اليسار، وهون بده يكون في عندنا، هي هون مثلا الترتيب حطيت لك اياه، هي هون بيكون الامينو اسيد على اليسار، وهون بيكون من الاتش من تحت والكاربوكسيل جروب من على اليمين. يعني انت دائما حفظت الثلاث ذول، الرابع هي اكيد الار جروب. ايوه تمام. طيب تمام. بوليبيبتايد امينو اسيد بوليمر. طيب ثواني شوف، خليني اقول لكم شغله. طيب في الاخير لما نوصل لهون عند البروتين ستراكشر اند فانكشن راح اعطيكم بريك 10 دقائق، بعدين راح نرجع، تمام؟ راح ناخذ الجزئيه هاي، بعدين نريح شوي، بعدين راح نرجع، تمام؟ تمام. طيب بوليبيبتايد امينو اسيد بوليمر، وين امينو اسيد ار لينك توجذر to produce polypeptide. حكيت لكم البوليبيبتايد هو عباره عن عديد البيبتيدات بيرتبط ايش؟ عباره عن احماض امينيه بترتبط مع بعضها حتى تنتج لنا ايش؟ بوليبيبتايد. طيب بعد هيك شو بصير في عندنا؟ بنشكل بروتين. يعني هسه ارتباط الاحماض الامينيه بيكون عن طريق انه اخذنا 1 كاربوكسيل جروب from 1 امينو اسيد and the amino group is taken from another amino acid and then they are linked by dehydration reaction. حكيت لكم كل شيء راح يكون في فقد ماء، راح يكون في شو؟
ديهايدريشن تمام، وير ذا ووتر مولكيول ويذدرون، ويذدرون شو معناها؟ انه بتنسحب يعني لوس اوف ووتر تمام، فروم ذيم اند ذا فورميشن اوف بيبتايد بوند. ايش اللي رابط تشكل هنا؟ بيبتايد بوند. ايش الرابط اللي بتشكل بالفات؟ استر لينك تمام. ايش الرابط اللي تشكل بال اسمه بالسكريات؟ جلايكوسيديك لينك تمام. ذن بروديوس بولي بيبتايد 1 باي 1 ويتش يعني تشكل واحدة تلو الاخرى تمام، ويتش از ابوليمر، حتشكل لنا ايش بوليمر. يعني حكى لك هون بناخذ كاربوكسيل جروب، هي ورا الصورة كاربوكسيل جروب من واحدة، بناخذ الامينو جروب من الثانية اللي جاي يمينها تمام، بناخذ من هون او اتش، من هون اتش، يعني عادي هون اصلا ما عندهاش لبس اتش، فهون بناخذ او اتش، ومن هناك بناخذ اتش، فبتمشي الامور بصير عندنا ايش رابطة بيبتيدية. طيب بولي بيبتايد رينج ان لينث فروم ا فيو امينو اسيد تو 1000 اور مور، ايتش سبيسيفيك بولي بيبتايد هاز يونيك لينير سيكونس اوف امينو اسيد، يعني كل واحد عنده ترتيب امينو اسيد خاص فيها. برجع بقول كل بولي بيبتايدات عباره عن ايش؟ عباره عن ارتباط امينو اسيد ارتبط مع بعض ايش شكل لنا؟ بولي بيبتايد. طيب طيب هسه البولي بيبتايد ايش بصير فيها؟ ترتبط واحده مع واحده حتشكل لنا ايش؟ البوليمر. طيب البوليمر اللي هو هون عباره عن ايش؟ عباره عن بروتين تمام. طيب بوليبيبتايد باك بون وين ذا ريبيتنج سيكونس اوف اتوم ان بوليبيبتايد، يحكي لك انه هو عباره عن الان ان، يعني ارتباط الان ان مع السي سي، هون الامينو وهون الكربوكسيل جروب تمام. بعدين نرجع نربط الكربوكسيل مره ثانيه مع الان، بعدين مره ثانيه نرجع نربط الكربوكسيل مع الان وهكذا. طيب without our group extending from the backbone، يعني هسه عندنا الباك بون عباره عن السلسله اللي بتمشي فيها ايش؟ الارتباطات. هسه احنا الارتباطات شو بصير دكتور؟ تفضلي دكتور. بقدر احكي انه الامينو اسيد مونومر لبولي بيبتايد؟ اكيد. شكرا. عفوا. طيب يعني هسه هون بحكي لك انه الارتباط بين الامينو اسيد والثاني بيكون عن طريق ايش؟ عن طريق الامينو امينو جروب والكربوكسيل جروب. الار جروب ما بلشنا فيها، فمشان هيك ايش بنسمي هاي السلسله الباك بون، يعني هاي زي ما يحكوا العمود الفقري الى السلسله كامله. الار جروب احنا ما بلشنا فيها فما غيرناها، فبتكونش من ضمنه الباك بون تمام. طيب ايش ضل كمان؟ طيب بولي بيبتايد تشين هاز تو اند ان تيرمينال، اللي هي تبعت الامينو جروب، سنجل امينو اند، فري امينو جروب. هون السي تيرمينال سنجل كاربوكسيل اند، فري كاربوكسيل جروب، يعني يكون في عندنا كاربوكسيل جروب ثالثه. شبكه مثلا امينو اسيد مع امينو اسيد مع امينو اسيد، بده يكون في عندنا اليسار ان تيرمينال في عندنا ان فري امينو جروب، يعني يكون في عندنا ان مش مرتبطه او امينو جروب مش مرتبطه، وعلى اليمين بده يكون في عندنا كاربوكسيل جروب مش مرتبطه اكيد. طب ذا كيميكال اوف ذا مولكيول از هول ديترمند باي ذا كايند اوف سيكونس which determined how polypeptide fold and thus a final shape of chemical characteristic. بحكي لك هون انه ترتيب المولكيول او ترتيب الامينو اسيد اللي ربطناهم مع بعض ونوع الامينو اسيد نوع السلسله والترتيب تبعهم بيختلف ايش؟ حسب وبرضه الامتناءات اللي بتصير بالبوليبتايد بعدين حتى تشكل لي البروتين، حكينا بصير في عندنا بعدين كويلز فولدد تمام؟ هسا هاي الشغلات كلياتها شو مالها؟ هاي الشغلات كلياتها هي بتساهم بالشكل الرئيسي اللي بده يطلع بالنهايه للبروتين. That cell can make many different polymer by linking a limited set of monomers to diverse sequence. يعني حكينا انه الخليه الواحده تقدر انها تصنع اكثر من بوليمر من خلال ايش؟ من خلال مونومرات مختلفه. اعطيكم مثال عليه ايش؟ مثال احرف الابجديه. عندنا 28 حرف بتشكل لنا عدد لا نهائي من الكلمات. وهكذا احنا في عندنا 20 مونومر او 20 امينو اسيد بدهم يشكلوا لنا عدد كبير كثير من البوليبيبتايد. طيب والبوليبيبتايد نفسها لو ارتبها بترتيبات مختلفه برضه راح تشكل لي ايش؟ دايفرستي مختلفه، تنوع ثاني. فالتنوع هذا بالنهايه ايش؟ بوصل لي لعدد كبير كثير من البروتينات اللي بنشكلها بالنهايه تمام. الجزء الثاني راح يكون عن البروتين ستراكشر اند فانكشن، ان شاء الله راح نكمله هي الساعه 9:05، على الساعه 9:15 ولا الساعه 9:30 بتكون نكمل. احكوا لي على الشات. 9:15 دكتور بكون تمام. دكتور ممكن اسال سؤال قبل لا تروح؟ تمام تفضل، بس اللي بدي اياه هلا الجاي تحكوا لي انه بدكم 9:15 او 9:30 اسالي. هلا بقدر احكي انه البروتين بوليمر للبوليبيبتايد؟ البروتين لا، البوليبيبتايد
البروتين بوليمر للبروتيد. والبوليبيبتايد مونومر للبروتين. بالضبط. شكرا العفو اهلا. دكتور، البوليبيبتايد الامينو اسيد مونيمر الها، بس تتعرض لفوندنج وكوينت ساعتها احنا بنحكي عنها بروتين. بالضبط. هسه عندكم عشان تفهم الصوره، الامينو اسيد عباره عن مونومر، تمام؟ المونومر هذا بس يرتبط مع بعضه، ايش المونومرات بس ترتبط مع بعضها، شو بصير في عندنا؟ بصير في عندنا بوليبيبتايد. البوليبيبتايد بصير له كويل، بصير له فولدنج، ايش بصير؟ بروتين. بصير بروتين وبس. طيب ما بنقدر نحكي انه البوليبيبتايد مونومر للبروتين، غلط. هم هسه الفكره مونومر انه مكون اساسي، هاي الفكره، مش انه يعني مش إن يعني هو زي ما تحكي تمام يعني هو زي السلف اللي بيجي قبل البروتين. تمام اما هو مش يعني بنحكي واحد صغير بتكون لا 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 مش البروتين. واحد صغير، لا لا مش واحد صغير، فكرة انا تمام فكرة تمام مونومر بحكي كفكرة بشكل عام، مش كفكرة كاسم مونومر بالذات. تمام دكتور. تمام. راح نكمل هسه عن البروتين ستراكشر اند فانكشن. تمام. بروتين speed up chemical reaction while others play the role defense, storage, transport, cellular communication, movement and structural support. في عندنا ثمان وظائف للبروتين، هسه راح نشرح عنهم بالتفصيل، كل واحدة لها خصائص معينة، كل واحدة لها أمثلة معينة، تمام؟ ولها آلية معينة. بقول لك إنه هون نشاطات البروتين بتنتج من إيش؟ من 3 دايمنشن أركتشر، الشكل الثلاثي الأبعاد تبعه أو الهيكل الثلاثي الأبعاد. The simplest level of which sequence the amino acid، يعني بحكي لك إنه يعني هاي مش سمبل فيها سبيشيز، يعني إنه لما إحنا نرتب امينو اسيد بشكل معين فاحنا قاعدين ايش بنعمل؟ قاعدين بنخلي الشكل المعين هذا هو اللي بيعطينا الوظيفه المعينه او الاكتيفيتي المعينه. ريتاج موجود؟ لا ريتاج مش موجود. طيب خليني اجرب بس اعمل عندي ريكورد. Recording in progress. طيب وين اسيل سينثيسيس بوليبيبتايد ذا تشين اوف فولد كونتينيوسلي. طيب هسه بحكي لنا هون انه لما احنا يعني لما يتشكل عندنا البوليبيبتايد، تمام، بصير في الخليه ايش؟ بصير الخليه فولدنج حوالين بعضها، تمام، بعدين بس تلتف حواليها، ايش بصير؟ بتشكل عندنا روابط بتقوي الاشي هذا، تمام، بتشكل عندنا انواع عديده من الروابط، بعدين هاي ايش؟ او الروابط هاي بتعتمد على ايش؟ على تسلسل امينو اسيد الموجود جوا هاي البوليبيبتايد، تمام؟ هسه هاي الشغلات كلها اللي قدام راح توضح بالاشكال تبعت البروتين. بروتين سبيسيفيك ستراكشر ديترمينز هاو ات الشب الورد اللي بخربش اللي اول حرف من اسمه ام. طيب طيب بروتين سبيسيفيك ستراكشر ديترمينز هاو اتس ورك ان almost every case the function of protein depends on its ability to recognize and bind to some other molecule. يعني بحكي لك وظيفه البروتينات تعتمد بشكل رئيسي على ايش؟ على قدرته على الريكوجنيشن، التعرف، انه يتعرف على الشغلات الثانيه والجزيئات الثانيه، وبرضه الشغله الثانيه ايش؟ انه يرتبط بالجزيئات الثانيه. طيب تصنيف البروتينات ويعني التوزيع تبعهم بيكون اما سفيريكال بروتين او شيبد لايك لونج فايبر، يعني على شكل خيوط، تمام. اكزامبل هون بيعطينا مثالين اشرح لكم اياهم بالعربي. المثالين، اول مثال بيحكي لنا عن انه ما دام البروتينات عندنا لها شكل معين فهي احتمال انها ايش؟ احتمال انها تكون تقدر تشكل بروتين ضد فيروس معين، انها تقدر تمسك فيروس معين بجسم الانسان. فما دام انه انا بقدر اعمل شكل مثل شكل الفيروس او بشكل يمتص الفيروس هذا، فانا استفدت من البروتينات اللي بجسمي. مثال على البروتينات هاي الاجسام المضاده، الانتي بودي. الانتي بودي عندي هسه انا اي مرض ممكن ينزل على وجه الكره الارضيه في بجسمي ايش؟ انتي بودي ضده. ليش؟ هذا الشيء بسبب الدايفرستي للبروتينات. يعني هسه صح اجى كورونا واحنا ما كانش في كورونا قبل، انا بجسمي كان في عندي خلايا مناعيه قادره على انها تواجه الكورونا، تمام، لكن هاي الخلايا شو بتكون بشكل قليل، وتكثير الخلايا هاي او تصنيع خلايا كثيره منها بيعتمد على مناعتي انا. فمشان هيك في ناس كانت تواجه الكورونا بجسمها بدون ادويه، في ناس كانت تموت، في ناس كانت تعاني حتى تواجه، في ناس كانت تاخذ فترات طويله وهكذا. هاي اول مثال. المثال الثاني بيحكي لنا انه في عندنا هون انزيم
الاندورفين، تمام؟ الاندورفين هذا ايش؟ بيكون موجود جوا جسم الانسان. اندورفين، جزيئات الاندورفين هاي ايش؟ تنتجها جسم الانسان. طيب احنا ايش برضه احنا بنصنعه؟ اسمه المورفين. المورفين شو ماله؟ بيرتبط نفس ارتباط الاندورفين، يعني الاندورفين جسمي بصنعه حتى يرتبط بخلايا الدماغ، برضه المورفين احنا بنصنعه بنفس شكل الاندورفين حتى يرتبط بخلايا الدماغ، تمام؟ هاي الشغله ايش بتسبب لنا؟ بتسبب انك انت بتحس بشعور الايفوريا، اللي هو زي ما بيكون نشوه او شعور الفرح او الانبساط، تمام؟ وشغله ثانيه انك انت حتى لو في عندك الم، بعض الاحيان الناس تلاقيهم ماخذين مورفين، وهذا دواء قوي كثير، بعض الاحيان تلاقيه قاعد بنضرب بعصا على راسه مش حاس. ليش؟ لانه هو ماخذ مورفين، يعني الخلايا المناعيه اللي عنده استجابتها بتصير قليله، فحتى يوصل اصلا اشعار لدماغك انك انت اكلت ضرب على راسك بدك بجوز يعني دقيقه، طبعا دقيقه وقت كثير كثير طويل على ضربة على دماغك او ضربة قوية. طيب هذا الشكل تبعهم، بس اعطيتك اياهم كامثلة كونهم مذكورين بالكتاب. طيب بروتين فانكشن، حكينا لكم في عندنا البروتين اكثر من صنف واكثر من فانكشن. في عندنا وش انزيمتك بروتين فانكشن which are speed up chemical reaction، بتسرع الكيميكال رياكشن، تمام؟ من اسمها الانزيمات اخذنا انه الانزيمات بتسرع اي عملية كيميائية. طيب اكزامبل دايجست انزيم كاتالايز ذا هيدروليسيس اوف بوند اوف موليكيول، يعني في عندنا انزيمات هضم، انزيمات الهضم هاي شو بتعمل؟ انزيمات الهضم هاي بتسرع عمليه الهضم، تمام؟ لايك من اور سويت تير سلايفا، السويت اللي هو شو اسمه؟ التعرق، والتيرز اللي هو الدموع او البكاء، والسلايفا اللي هو اللعاب، بوند وذ سبيسيفيك مولكيول ان ذا بكتيريا ديستروي ذيم. يعني بقول لك انه هسه في عندنا عمليه لايزوزوم اللي هي التحليل، تمام؟ هسه اللايزوزوم ايش بتعمل؟ بتحلل لي مثلا انا في عندي مثلا فات جسم غريب مثلا على عيوني، ماشي؟ ايش بصير في عندي كاستجابه؟ بصير في عندي دموع، الدموع هاي شو فيها؟ فيها خلايا لايسوزوم بتحلل الاجسام الغريبه اللي فاتت عندي، تمام؟ برضه اللعاب، انا اكلت اكل، الاكل هذا فيه ايش؟ فيه بكتيريا. انا بقدر من خلال اللعاب تبعي في انزيمات بتفوت على البكتيريا اللي بالاكل هذا وبتحلله، وشغله ثانيه بتحلل الاكل نفسه، او في عندي دايجستيف انزيم بتحلل الاكل نفسه حتى يقدر يمر عبر المجرى تبعه، تمام؟ طيب في عندنا ديفنسيف بروتين فانكشن بروتكشن اجين. دكتور بس سؤال صغير لو سمح، هسه الانزيمتك بروتينز، مش انت بتحكي هون سبيد اب الكيميكال رياكشنز؟ نعم. بكتاب انا قرات انها كمان بالاضافه لهيك ريجوليت الميتابوليزم اللي هي بتنظم عمليات القلب. طب ايش اعتمد كهذا؟ هي اعتقد انها بتنظم عمليات الايض عن طريق تسريع التفاعل. لا لا لا، هسه انا مش متاكد من الارتباط بيناتهن، لكن هسه انا مثلا بدي اوضح لك بس شغله. انا على سبيل المثال مثلا هسه قاعد بوكل، ماشي، بفتره مثلا بوكل مثلا بكميات كبيره من الطعام، ماشي. نعطيها هسه بتنظم كل شوف علي، هسه العمليات الانزيمات بشكل عام بتنظم كل عمليات جسم الانسان. مثال على هيك انه انا مثلا قاعد باكل، ماشي، باكل مثلا وجبات كبيره، هسه انا في عندي انزيمات جوا معدتي، اذا انه مثلا انا الامعاء الدقيقه والغليظه عندي مليانه وقاعد تهضم وشغاله، انا معدتي ما راح تفرز الانزيمات اللي راح تسرع عمليه تهضيم الاكل جوا معدتي مشان ينزل على الامعاء الدقيقه والغليظه. ليش؟ لانه هي اصلا مليانه ومشتغله. فعندي حلين، يا اما انه راح يصير فيه اخراج بدون امتصاص، بدون ما جسمي يستفيد من الاكل، يا اما انه شو، يا اما معدتي راح توقف اخراج الانزيمات او راح تبطئ اخراج الانزيمات، بحيث انه ايش؟ بحيث انه انا اعطي فرصه للامعاء الدقيقه والغليظه تمتص الاكل اللي انا بدي اياه او الشغلات المفيده اللي انا بدي اياها من الاكل، لحد ما انه ايش؟ تفضي. بعدين ايش بصير؟ بعدين بصير انه تنزيل للشيء اللي بالمعده، او يصير في افراز للانزيمات. بس انه تنظم عمليه الايض، يعني هي مصطلح عام، ماشي، هسه هي وظيفتها بشكل رئيسي يعني تنظيم عمليات الايض اعتقد لكل انواع الانزيمات، هسه الانزيمات بشكل عام او سوري لكل انواع البروتينات. لا لا، الانزيمات بشكل عام هي بتنظم اي عمليه بجسم الانسان، تمام؟ يعني حتى عمليات مثلا التخثر الدم، اي عمليه بجسم الانسان بتنظمها الانزيمات. فمشان هيك الميتابوليك ريجوليشن يعني مصطلح معمم، تمام؟ تمام دكتور، شكرا. العفو. ديفنس بروتين فانكشن، ديفنس بروتين في لها وظائف حمايه، مثال على وظائف الحمايه هاي اللي هو بروتكشن اجينست ديزيز، مثال عليها الانتي بودي اكتف هيلب ديستروي فيروس اند بكتيريا. حكيت لكم انا في عندي انتي بودي مضاده لكل فيروس، والانتي بودي عباره عن بروتين
راح تاخذ انتي بودي كثير بالاميونتي. طيب في عندنا برضه ستورج بروتين، ستورج اوف امينو اسيد تخزن الحمض الاميني، اكزامبل الكازين اللي هو القشره تبعت البيض، تمام. بروتين اوف ميلك از ميجر سورس اوف امينو اسيد فور بيبي ماملز. احفظ معلومات هاي ترى دقيقه كثير بتيجي عليها اسئله، انه مثلا الكازين عباره عن مثال ايش؟ ستورج بروتين، بحط لك ثمان خيارات عادي. طيب بلانتس هاف ستورج بروتين ان ذير سيدز، وهي برضه موضوعها انه عندنا بالانسان احنا بناخذ مثلا من البيض، تمام. طب النبات وين بتخزن؟ بتخزن بالبذور تبعتها، تمام. اوفالبيومين اند از ذا بروتين اوف ايج وايت يوزد از امينو اسيد سورس فور ذا ديفلوبينج امبريو. معلومات حفظ كلياتها، تمام. انه هون البيضه يعني ايش اسمه بيكون داخلها ايش؟ بنخزن داخل الامينو اسيد. طيب ترانسبورت بروتين فانكشن، ترانسبورت بتنقل المواد، مثال عليها الهيموجلوبين اللي بيحمل الهيموجلوبين اللي بيحمل كريات الدم الحمراء وبيمشي فيها بالدم، تمام. ايرون كونتيننج بروتين فيرتبرا بلود، اوف فيرتبرا بلود يعني بيحمل جزيئات الحديد والدم معهن. بنقل الاكسجين فروم ذا لانج تو ذا اذر بارتس اوف ذا بودي، تمام. كريات الهيموجلوبين بيكون موجود بالار بي سي. طيب other protein transport molecule across the membrane as shown there، يعني هو بقول لك انه مثال عليها برضه النواقل اللي اخذتوها بالتوجيهي بتنقل لي مثلا ان اي وبوتاسيوم وهكذا. طيب هرمون البروتين function coordination of an organism activation، بتنظم انشطه الجسم. example insulin hormone secreted by the pancreas causes other tissue to take up glucose thus regulating blood sugar كونسنتريشن. يعني هسه الانسولين بحكي لك اللي بينفرز من البنكرياس ايش بيعمل؟ بيعمل على ريجوليشن للبلد شوجر كونسنتريشن، بيعمل على تنظيم مستوى السكر بالدم، تمام. طيب ريسبتور بروتين فانكشن ريسبونس اوف سيل كيميكال ستيمولاي، طيب هي بتستجيب للمحفزات او للوظيفه استجابه للمحفزات الكيميائيه. اكزامبل ريسبتور بيلت انتو ذا ممبرين اوف نيرف ديتكت سيجنالينج مولكيول ريليزد باي اذر نيرف، يعني بقول لك انه انا مثلا اذا جاني مثلا حرق او ضرب على ايدي مباشره بصير في عندي ايش؟ البروتينات تعمل ريسبونس للايش؟ للخلايا العصبيه عندي، بحيث انه ايش؟ انه اعطي رده فعل مناسبه. طيب كونتراكت البروتين مثال عليها تبعات الميوسين والاكتين، اخذتهم بتوجيه هذول يعني بالتفصيل الدقيق، مسؤول عن موفمنت الحركه، انا مشان احرك ايدي لازم يعمل انقباض. مسؤول عن الانديوليشن اوف ذا سيليا اند فلاجيلا للأهداب، تمام، والأصوات. طيب إيش اللي مقصود فيها الحركة التموجية؟ طيب structural protein وظيفتها الدعم، مثال عليها الكيراتين in the is the protein of hair horns